أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تانال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند حوق حساسي الروبلي أو واحكا بدلا يا قرشها أمنيجي سقار كاي كدب دقنين علوس أو لوسو جيدي إسلامركاسين فهد ياسين إيا فرماجو أيا كو جهن خابكي روبلي لو دلي لها حوق هوسي أواي هشي علن سيدة ميديا يا شي قيسا إن رئيس الوزارة حكومة دحل قارسين تامودان محمد حسين روبلي أو واحكا بدل كسامين أيا قرشهيسا أمنيجا إيا قود أهان هنان كشاقوية إلا لديسا سراكيل مهيم أو كاترسان هقان كأمنيجا مدحتو يدا أيا علن سيدة ميديا أسود دوسيي إن روبلي ديبو إيجس كسامييي أمنيجي سقار كاهي إسلامركاسين أقو آنصدي دقان قلين تتلوين أمني أو أغا يميد سراكيل سردون أجانب يا صومالي إسوكو جرتا سيدا أي حقوه موجينا يان كدب صائف بحي كيس كيكران تهليل فارح وحا حفيس كالرئيس الوزارة هسو قاري دقنينو أمني أو قدا إيا ديباد بالله وحان الروبلة لغو ورقليي إنو كفي جيقنادو قطرها موقضا أوغي إمانا يادن كاي في لا صوماليا كدب قرحي لغو داوا عي محمد إبراهيم معلمو أو لف دبر وها ورباهين تحفيس كالرئيس الوزارة روبلة وحو باللابي كلما كالدوان أو وليالنا يسراكيل أمني وحو كرديي إلى لديسا وحو وحبدل كسميي إلى لدى حفيس كيسا وحو قطر تجرتا كورقليي ساحي بدا كدو دو وحونا أمر في جنانسي يسراكيش سيدا قاركا يقابل سن أمني كيسا حقها يا انتاسي كدر يا انتا ليها دبقل كالنبسوكي دا عبدالله الداهر أو لو يقانو عبدالله الدير أو دوان فرماجي فهد ياسين قرب كودا كبحي او روبل لو داگي گو آنو امنيگي سا قطر كو اح او كوحدا وقتي او كرد ماداي گارين بشي سبتمبر لبكوني كوي لباتن کا اسلا بشاسي قرح كرد عي اگاگار کا عيل قابتا او كميد احا گوبها لگا الاليو مدح تويدا في لا صوماليا ايا لگو دلي هباق ابو کرو كميد احيد شقالا حفيز کر رئيز الوزار فوبل اذن او دويد لباتن کی نوفمبر وحا لقارجي اللهو نحاريستي اغاسمه راديو مقدشو عبد عسيس محمود قوليد عبد عسيس افريكا هل كردا وعدران لقارسيي اغاسمه تلفشن کا قرنك صوماليا SNT في شرمارك محمد ورسامي او لبادو باكو دوا حفيز کر رئيس الوزاري محمد حسين روبلي دعدو ينكاني ايو كوكالي او كجر الدولان کی لباتن يتدوالي ديسمبر لبكوني كوي لباتن کا لغو قاضي حفيز کر رئيس الوزاري روبلي وحا اي سببتي ان وزير کا كوبا ديبو اي وقترها امني اي كاقا امانا يا فرماجي فهد ياسين ورر هوسا يا شيقا يا ان عبدالله دير او هادكو وجهان مريكان کا او حقب بدن لوداغا سراكيل کا سعوتا سي اي ايضا مريكان کا كدب مركي امني اهان لوگي يجبوتي بشي هوري تاسي وحي سببتي ان مريكان کو ديگنين امني سيو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي فرماجي فهد ياسين وحا اي كو اي صدن کی جنوري لبكوني كوي لباتن کی خارجيان اللهو نحاريستي جنرال محمد نور قلال او لغو دلاي ويرر كاد عاي هوتيل افريك او كو يالا مقدشو سي اي اوغا هورتاگان دادالو او كو رادين اي حقوق دادتك اي ديگان كا او كسو جيدو فرماجي فهد ياسين وحا قعانتو دا كو مقان قدوميه قول كبنادر عبد الرحمن يريسو قدوميه دقمد هودان عبد حكيم دقجون تاليه قيبت كو اي لباتنات جنرال قوجه اكران تهليل سراكيل عيدان اي الشخصيات كالي او ميسان علوس لها سيكستبها آهاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ساحي بديسا اي اوغارسان ايان فرماجي فهد ياسين امنك روبلي امنيجيسا اي وحكا بدلي دفاع علوس ايوكا قلي نقر قبياشا فرماجو اي فهد ياسين انت اي دورش بصعوتو السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تاي سغالي طبنكا بيشا كوباد سندكا لباكوني يو لبيا لباتن وحو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا
مدني محمد عبد الله فرماجو وورقدها أقونسيغا دانشيرو نمو كقدومي سفيرك عصب بغورتويدا سعودي أريبيا أيوسو مقعودي سوماليا مدني دانشيري أحمد بن محمد صالح وغورينبا وحو دانشيرها عصب سوغار سيي مدحوينها جمهوريدا دنبال إيو سلان وكودي بغوركا بغورتويدا سعودي أريبيا بغور سلمان بن عبد العزيز دنبال كاس او ujeedadu soo ahaa sida ay Saudi Arabia uga go'an tahay kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qaranimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dhankiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyay horumarka ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dawladnimo iyo hanaanka dib u habeyneed ee lagu sameeyay dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo amniga iyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxa sidoo kale uu madaxweynaha jamhuuriyadu uga mahadceliyay بغوركا بغورتويدا سعودي عربيا بغور سلمان بن عبد العزيز سيدو وجود داليو لدغالنكا فكركا حكتيركا يو اورورادا ارغغي حسدا وغدنبين دنجيرها عصوب سعودي عربيا يوسو مغعوداي سوماليا مدن احمد بن محمد صالح وحو شعبكا يو دولدا فدرالكا سوماليا وغم هاد عليي سودوينتا ديران الو موجيي isagoo hoosta ka xariiqay in uu dadaal xoog leh ku bixin doono sidii loo dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal waad mahadsantihiin warka uu kala tabiyaan umada Soomaaliyeed xumaantana ka fogaadaan wanaagana arkaan ayagana waa salaamay Soomaali waxaan u sheegayaa maanta waxaan u tarjulnay inuu san burburin qaranka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed annagu waxaan nolo soo toobaray canshuurtiisa waxaan ku soo baranay noloma soo toobarin inaan dubino soomaali inaan layno soomaali inaan dhibaato horseedno waxaan nolo soo toobaray inaan dalka iyo dadka iyo diinta difaacno soomaaliyeed yaa ka difaacina cadow cadow waa kee cadow waa mid dibadeed iyo mid gudaha labadaba mid saxan uu fikiraaya oo qaldan إن السوتوسيو كيف عنا اللي يراد دريقة كسوة مد الصومالية المركة لو اعتدن تاجن إيك تاجن دور دو الصومالية ده حد هذا وحي أوكي نيسا بربر وحي كي نيسا داوع وحي كي نيسا مشكلة وانا صومرتي وانا أرقني قرن إنا ندومينو لكن هدان قرن دومينو هدان قرن مرسي نقال haddaan markii dhisi aqoon waynaan iska duwina qaranka hadhay waxana soo martay qaran Soomaaliyo taagnaan duwina maxaan ka hayna maanta way su'aal aad isweydin u raway afartan sano la mooga la jooga maanta qof walba Soomaaliyeed waa ciil kaambinaya walaway afartan jirka wiilka ah ma uu arag dowladnimo Soomaaliyeed fiican ee nidaam iyo sharci ku socoto iyo dowladnimo sax ah waxbarashadii ay hoos u liidata caafimaadkii liita ciidankii baaba'ay waxa soo dhan oo dhiba ayay keenaysaa dowladda xumaad inaan mar kasta ka foojignaanno marka dowlad dambe inay burburtaa loo baahan yahay Soomaaliya qofku waa yar noqda waa inuu u bislaadaa wax xun inuu ka fogaado wax fiicanna qaato inaan maalin walba wax xun qaadanno inaan ra'yi qaldan qaadanno inaan dalkayga burburino oo gacyahayga gacnahayga ku burburino xaq nool kuma leh arrinta aniga aan u imid waa arrin federaala ma aha arrin Hirshabeelle iyo Hirshabeelle waa ka soo qaadacnay wixii Ilaahay ka dhigay noqon doontaa laakiin midda federaalka xaq waxaan u leeyahay inaan ragga la heshiisiin waayey ilaahay inuu igu galaysto inaan heshiisiiyo
أنا سكانه أنا سومالي مديو هذا عي مدني ما بحلو جارة مدني ما هرو مرلة مدني ما أيه وحنا جالسين كرتا ذلك أدون كمسة جارين وكلا وحلا يابلة إن مسؤول سوماليات وذلك أوجد شبي عرق أما مسؤول كلا عريس هذه اللي يابلة حسنا لك جو عيد ماذا سوماليا هذا كور وادي عندك هذا أودي يعني ما حد عاي حد أي تارين هين إنسان قبيلة ذاك الراعي وح إيمان له إن ذلك يبد باديان سيد مصر كده عضو كلا الدنيا قارك تسيد كده عض عيد كينا مركو علينا كروا مصر كيشين ذلك هنا بد باديان حمان هنا أودي دال وفقاً إنك وفقاً وحنا وذنا كعم كل فتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستو اوغو هدادن حلقة قيبك النقن وحاد قيبك التهي لباتر دلك.